اهلا بيكم على ثالث فيديو في سلسله سؤال واجابه مع مهندس مينا. والنهارده عندنا سؤال مهم جدا محتاجين نفهمه كويس ونعرف الاجابه بتاعته. السؤال ده اتسالنا بعد ما عملنا الفيديو ده كنا بنتكلم على التحكم في سرعه الموتور، وكنا شرحنا دايره بسيطه ازاي ممكن تحكم سرعه الموتور باستعمال ترانزستور واحد، وقلنا كمان في طريقه تاني البالس ويدث سيموليشن ممكن نتحكم بسرعه الموتور فيها، بس ما عملناش الشرح بتاعها. فجالنا سؤال بعدها من استاذ وجدان بيقول: السلام عليكم، عندي مروحه 12 فولت و40 واط، ما هي الدائره التي تصلح للتحكم فيها؟ طبعا ردينا عليه وعليكم السلام. 12 فولت و40 واط ده معناه ان الموتور هيستعمل اكتر من 3 امبير، وبالتالي لو عايزين نعمل فيها تحكم عالي هنحتاج نعمل الدائره من خلال التحكم باتساع النبضه او البالس ويدث سيموليشن. وقلت له يعني لو محتاج ممكن نعمل لها فيديو، فقال لي يعني نتمنى نعمل الدائره. فالفيديو بتاعنا ده بنشرح في الدائره دي. خلينا الاول ناخد بصه على الدائره بتاعت المره اللي فاتت ونشوف ايه العيوب اللي فيها وليه ما تنفعش في اجابه السؤال ده. عندنا دي الدائره بتاعت المره اللي فاتت، معانا هنا موتور ومعانا هنا الدائره باستعمال ترانزستور واحد ومقاومه متغيره، وشرحنا ايه لازمه المقاومه دي. خلينا كده نشوف الدائره هي بتشتغل. الدائره اهي، بمجرد ما بنزود بنحرك بتنشيومتر صغير بتبدا تشتغل، وبنزود تاني توصل الفول سبيد، وبعد كده خلاص لو انا نزلت تاني مفيش اي حركه. فمن اكبر عيوب في الدائره دي ان التحكم في السرعه محدود، يعني عندنا سرعتين، بمجرد ما بتبدا السرعه هاديه. هنا في الحاله دي الموتور شغال كامبل فاير بيكبر الاشاره بس، لو زودنا تاني خلاص كده وصل الماكس، اي زياده تاني ملهاش اي تاثير. شايف انا بحاول احرك اهو مفيش اي تأثير في سرعة الموتور. فبالتالي اول عيب ان هي التحكم في سرعة الموتور محدود. العيب التاني ان لازم يكون الامبير بتاع الموتور ده هو نفسه امبير الترانزستور، وبالتالي لو انا غيرت الموتور لازم اعيد الدائرة دي. وكمان الفولت هنا برضو محكوم بالمقاومة المتغيرة دي، يعني ما ينفعش مثلا احط 200 فولت على مقاومة متغيرة 10 اوم، هتتحرق وهتكون مشكلة كبيرة. فايه الحل عشان نصلح الطريقة دي؟ قلنا استعمال البالس ويدث سيموليشن، فاللي هو باستعمال اي سي 35. فخلينا نبدا نشوف ازاي هنشرح اي سي 35 ده ونتكلم عنه. زي ما انت شايف كده معايا ده الاي سي اللي هو 35. طبعا في بيكون نقطه هنا دي بنبدا بنعد فيها منها الطرف 1 2 3 4 وبنرجع هنا 5 لغايه 8، وده الشكل اللي بنلاقيه في السوق، بنعرف انهي فين الرجل رقم 1 من عند الدايره دي. الدايره دي كده اللي بتقول لنا ان دي رجل رقم 1، تمام. هو بيكون عباره عن ايه؟ بيكون عباره عن من جوه في ثلاث مقاومات كده متوصلين، تمام، وفي اثنين اوبريشن امبليفاير واثنين وواحد فليب فلوب، وبعد كده عندنا ترانزستور الاوتبوت. وهنشرح هنعمل فيديو مخصوص للثلاث خمسات عشان نشرح الحاجات دي كلها ازاي بتشتغل مع بعض في الفيديوهات الجايه. فلو انت مهتم معانا ما تنساش تشترك معانا في القناه، وما تنساش تشغل الجرس عشان هنشرح التفاصيل بتاعته ده عباره عن ايه، وليه في اتنين اوبريتور مش واحد، والفليب فلوب ده بيشتغل ازاي كمان يعني. تمام. طيب ده الاي سي عموما ليه ثلاثة مود. اول مود اللي اسمه باي ستيبل مود. يعني ايه باي ستيبل مود؟ يعني بيكون الانبوت بتاعي هاي الاوتبوت بيكون زيرو. اول ما الانبوت بتاعي ينزل زيرو الاوتبوت يطلع هاي، وبعد كده يفضل الاوتبوت لغايه الابد هاي لغايه ما تعمل ريست للدايره مهما الانبوت اتغير. يعني اي تغيير في الانبوت هنا الاوتبوت ما تاثرش بيه. ليها استعمالات الدايره دي؟ بنستعملها مثلا في حاله ان احنا عايزين نشغل موتور، بندوس على الانبوت الاوتبوت بيفضل هاي وخلاص، طالما انا شفت صباعي برده الاوتبوت شغال اهو. ده اول استعمال. الاستعمال الثاني اللي هو المونوستيبل. مونوستيبل يعني ايه؟ يعني الانبوت بيكون هاي الاوتبوت زيرو، بعد كده اول ما الانبوت ينزل زيرو الاوتبوت يفضل هاي مسافه بنسميها شارجنج كاباستور، هنشوفه دلوقتي في الدايره بتاعتنا، لغايه ما يوصل لنقطه معينه مكثف يفضل يشحن لغايه نقطه معينه. واتكلمنا في فيديو فات عن ايه موضوع زمن شحن مكثف ده في الفيديو اللي فات، هسيبه لك برده في الديسكربشن عشان تفهم يعني ايه شحن مكثف، لغايه ما يوصل نقطه معينه ويبقى كده ينزل الاوتبوت لو. دايره زي كده ممكن نستعملها مثلا تحكم في اضاءه لزمن معين، يعني مثلا نور السلم وانت طالع تخليه اون زمن معين ويطفي. الطريقة التانية اللي هنستعملها في الموتور معانا
هي الاستيبل مود. الاستيبل مود بيكون دايما الدايره شغاله، الاوتبوت بتاعها ما فيش انبوت، هي اوتبوت اون واوف على طول الوقت. طب ده ازاي استعمله في الموتور؟ في طريقه البالس ويدث ميدوليشن عندي بتكون سرعه الموتور بتحدد على كميه الباور اللي انا بديها له في زمن معين. يعني لو قلنا هنا الزمن ده 1 مينت، وانا عندي مثلا بلصه داخله بالشكل ده اون مثلا اوف في الوقت ده، فانا هفضل ادي الموتور باور في الوقت ده كله، وهنا هيبقى اوف. تمام، يبقى الموتور مثلا لو الوقت ده 90% و10% اوف، 90% اون و10% اوف، يبقى الموتور هيكون شغال 90% من السبيد بتاعته. فانا بناء على التحكم في الاون واوف انا بتحكم في السرعه، وده اللي احنا هنعمله وهنشوفه دلوقتي. اعمل دلوقتي عايزين نشوف الطريقه بتاعه التوصيل في حاله الاستيبل مود. عندنا كده في الاول ده الاي سي بتاعنا، واحد ده بيكون واصل للجراوند، و8 ده الفي سي، والفي سي بتاع الدايره دي بيشتغل من 5 ل 18 فولت، وهنا 4 ده بتاع الريست. احنا عايزين الدايره بتاعتنا تبقى شغاله طول الوقت وما حدش يعني يضغط على الريست بتاعها، فهنوصل 8 ب 4، يبقى كده الدايره دي تفضل شغاله طول الوقت. تمام، احنا بنعمل دايره الاستيبل مود، وبعد كده هنوصل 2 كده، وصلنا 2 ب 6، و5 ده بيكون واصل بمكثف للجراوند عشان نمنع الريبل، ف يعني وصله كده بيكون 100 بيكو فاراد. تمام، عندنا ايه تاني؟ بيكون معانا هنا في مقاومة بين 8 و7 اسمها ار 1، هنخليها تساوي 1 كيلو. طيب انا بديك دلوقتي افضل الاعدادات اللي انت ممكن تطلع بيها الدايرة بتاعتك كويسة جدا. الطريقة التانية بعد كده بنوصل هنا كمان مقاومة تانية، وهنا مكثف يوصل الارض. هنا المقاومة دي نسميها ار 2، ودي هنخليها 10 كيلو. كده الدايرة بتاعتنا هيكون طالع منها اوتبوت شغال طول الوقت بالشكل ده، والزمن بتاع الاون والزمن بتاع الاوف بيتحدد على اساس العلاقة دي اللي هي بتقول تي هاي بتساوي 6/10 في ار 1 زائد ار 2 في المكثف اللي هو سي 1، وتي لو اللي هي بتساوي 6/10 في ار 2 في سي 1. احنا هنخلي المكثف ثابت، نخليه 100 مايكرو 100 بيكو، نخليه 100 بيكو. وعندنا كده ار 2، يبقى احنا لو غيرنا في ار 2 وثبتنا ار 1 يبقى احنا كده ممكن نتحكم في البلس اتساعها سواء في الهاي او في اللو، وبناء عليه هنتحكم في سرعه الموتور بتاعنا. تمام، طيب هل كده الدايره دي ينفع نغير فيها المقاومه دي؟ هيكون صعب، ففي طريقه عشان نخليها يعني نتحكم فيها بسهوله بطريقه اوتوماتيك، هي هنعمل تعديل كده في التوصيله. هنعمل هنا هنضيف كده هو 2 ديود، وهسيب لك انت السؤال ده وتقول لي ليه احتاجنا الاثنين ديود دول. هنحط هنا المقاومة المتغيرة بتاعنا، نوصلها بالطرف 6، ادي الثلاث اطراف بتوع المقاومة بتاعتنا، الطرف المتغير هيبقى واصل ب6، والمكثف هيبقى زي ما هو، هنلغي دي. وبناء عليه كده ممكن لما نغير قيمة المقاومة دي نتحكم في الزمن بتاع البلس بتاعتنا سواء الاون او الاوف. تمام، ده كده التوصيلة بتاعتنا. خلينا الاول نشوف الموتور اللي معانا هنا بيسحب كام امبير عشان نشوف هينفع معانا او لا. ده الموتور بتاعنا واحنا موصلينه على 3 فولت، هنا عاملين امبير على 10 امبير. كنا شرحنا المالتي ميتر ده ازاي نستعمله، فلو ما تعرفش تستعمله او ما عندكش فكره عنه ممكن تشوفه في الديسكريبشن. خلينا كده نشوف بيسحب كام امبير. حوالي 3.8، يعني قول تقريبا 4 امبير، فاحنا عايزين دايره تستحمل 4 امبير، وهو ده اللي طلبه استاذ وجدان في السؤال بتاعه. هنا عندنا الدايره 3 خمسات، وعملناها بنفس الطريقة اللي شفناها. دي المكثفات طبعا، ادي طريقة التوصيل اهو. احنا هنا لسه ما وصلناش الموتور بس شغلنا الدايرة. خلينا كده نشوف الاوتبوت بتاعنا شكله ايه. بص كده البلس بتاعتنا صغيرة جدا زي ما انت شايف، بلس صغيرة جدا. لما انا بغير هنا في المقاومة المتغيرة دي بص اللي بيحصل،
الاون تايم بيزيد، وبالتالي الكهرباء اللي هتطلع من الدايره دي هتكون اعلى لغايه ما بتكون تقريبا اغلب الوقت اون ووقت صغير خالص الاوف. طب هل الموتور ده ينفع يشتغل على الدايره دي؟ الدايره دي الاوتبوت بتاعها 200 ملي امبير، فبالتالي ما ينفعش. فالحل ان احنا بنجيب موسفت وبنوصل الاوتبوت من 3 خمسات للموسفت بتاعنا بالشكل ده، بنوصل الموسفت بتاعنا بالشكل ده، ده الاوتبوت اللي بيكون طالع من 3 خمسات بيتوصل على الموسفت، وهنا ده وصلت الموتور، ده بيكون الفي سي داخل على الموتور، وهنا اول ما تيجي اشاره على الموسفت هتعمل شورت سيركت وهتوصل الجراوند بتاع الموتور، وبالتالي كده الموتور هيشتغل. يبقى كده دي التوصيله اللي هنوصل بيها الموتور بتاعنا. احنا كده الموتور بتاعنا اشتغل ومديني البلس زي ما انت شايف، العرض بتاعها صغير. خلينا نزود كده العرض بتاعها ونسمع صوت الموتور. ادي الموتور بتاعنا اهو واصل من الدايره بتاعتنا، خلينا كده نسمع صوته لما احنا نزود العرض بتاع البلس. كده تقريبا قربنا اغلب الوقت اون ووقت صغير هو الاوف. نزود تاني، اغلب الوقت بقى اون وقت صغير خالص. كده يبقى احنا عملنا تحكم باستعمال البلس ويدث موديوليشن، اتحكمنا بيه في سرعه موتور على الامبير. ما تنساش طبعا ان انت توصل الهيت سينك بتاعتك عشان دي اللي بتبرد المصفت عشان ما يتحرقش منك. طالما هيت سينك كبيره زي كده مفيش مشكله. المصفت ده بيستعمل لغايه 100 فولت وحوالي اكتر من 20 امبير، فما فيش مشكله عليه، هيستحمل الدايره بتاعتك. فده كانت الدايره بتاعتنا. لو انت ليك اي سؤال سيبه لنا في الكومنتات واحنا اكيد هنرد عليك طبعا. ولو استفدت ما تنساش تشترك معانا في القناه لان ده بيشجعنا، وخلينا نشوفك في فيديوهات تانيه جديده.